الاستثنائية، فلأنه يصح لغة وشرعا أن يقول نهيتك عن الربا لعينه، ولو فعلت لعاقبتك، لتأكيد نهيتك. نعم، لأن النهي يقتضي العقاب عليه. لعاقبتك لكنه يحصل به الملك. أو يصح شرعا ولغة أن تقول هذه الصيغة، نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلته أفاد الملك. أفاد الملك يعني إيه؟ يعني صحيح، لكنه يحصل به الملك. ويجاب عن ذلك بمنع الملازمة، اللي بتقول ايه؟ لو دل النهي على الفساد شرعا لكان مناقضا للتصريح بصحة النهي، لكان مناقضا، لأن قيام الدليل الظاهر هو النهي، وهو النهي عن معنى لا تكتب. نعم، بنهيك عن الكتابة ليه؟ نعم، عن معنى وهو الانشغال عن الدرس مثلا. نعم، مش كده؟ وهو النهي عن معنى، وهو الدلالة على الفساد. الدليل الظاهر اللي هو النهي لا تكتب ده جاي عشان ايه؟ النهي عن معنى، المعنى اللي بينهي عنه ايه؟ فساد. الدلالة على الفساد، وهو الدلالة على الفساد لا يمنع التصريح بخلافه. يعني ما يتعداش الى التصريح ويبطل التصريح. لا يمنع التصريح بخلافه، بل التصريح تصريح بخلافه اللي هو إن كتبت. نعم. كانت مقبولة. نعم. هذا التصريح بخلاف. بل التصريح يكون قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر، يبقى التصريح بالصحة يكون قرينة على ان احنا ما نحملش النهي على الفساد. ولولاها لكان الفساد. قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد من القرينة. لو قلت لك لا تكتب وسكت، نعم، يبقى نحمله على الظاهر. نعم. لكن لما قلت لك تاني وإن كتبت كانت مقبولة، كانت قرينة صارفة عن الظاهر. دي قرينة صارفة، يعني كأنه بقول لك ايه، ما تفهمش من الكلام الاولاني انك لو كتبت كانت الدلالة على الفساد. نعم. ومدام ما فيش دلالة على الفساد يبقى جات الدلالة عدم التناقض جه منين؟ من القرينة.
من القرينة، ما جاش من ضمن انضمام النهي الى القرينة. بل التصريح يكون قرينة صارفة عن الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد عن القرين. يعني بيقول له عدم التناقض ده جه من القرينة، ما جاش من عدم من الدلالة وتلازم الدلالة على الفساد، وتلازم عدم التناقض بين قول القائل لا تكتب وإن كتبت كانت مقبولة. نعم. وكان الأصل قبل القرينة كنا نقول إيه؟ لا تكتب تدل على تحريم الكتاب، على فساد الكتاب. اللي منع الفساد القرين. بدليل ايه؟ انك لما تقول له وان كتبت كانت مقبولة، يفهم من دي عدم الايه؟ عدم الحمل على الاصل، وهو الدلالة على الفساد. ايه عاوز تقول ايه يا ابني؟ بقول الكلام هنا فضلتك مش عن النهي مجرد عن القرين اصلا. الكلام في المسألة في النهي، في النهي المجرد عن القرينة ام في النهي المقترن بقرينة؟ طيب معلش، وكان يقول في قرينة صرفت الكلام عن كده، يعني التناقض ما جاش من نفس النهي. ايوه، انما جاء من القرينة. يعني ممكن مولانا نقول ان الجواب عن الدليل بتاع اصحاب هذا المذهب محصره ان انتوا دليلكم ده خارج عن محل النزاع. ايوه، انما بين محل النزاع بقى. ايوه بين. نعم. بين انه خارج عن محل النزاع. نعم. او جابه انه خارج عن محل النزاع، لانه بيقول ان القرينة صرفت المعنى، صرفت اللفظ عن معناه الاصلي اللي كان يجب الحمل عليه عند عدم القرينة. هو ذلك عن القرينة. نعم. الذي يجب الحمل عليه عند التجرد من القرينة. نعم. يبقى ما خرجناش عن كلامنا يا ابني. ماشي. واستدل أول السطر بقى، واستدل قسم من أصحاب المذهب الثاني وهو القائل بدلالته على الفساد شرعا. ما هو اللي قالوا دل على الفساد، يا ترى جهة الدلالة ايه؟ اللغة العربية ولا عقلية ولا شرعية؟ نعم. وهو القائل بدلالته على الفساد شرعا بما يأتي. أول الصبر. أما أنه لا يدل على الفساد لغة تقوم بقيمة، عاوزين قيمة دليل على الدلالة، فعلى الدلالة شرع. على الفساد شرع. ما لغة بقى؟ ولما يقول كأنه بيقول إيه؟ هو يدل على الفساد شرعا لا لغة. يبقى تضمنت دعواه امرين. نعم. الامر الاول الدلاله شرعا، ونفي الدلاله لغويه. نفي الدلاله، الدلالة لغه. واستدل قسم من اصحاب المذهب الثاني وهو القائل بدلالته على الفساد شرعا بما ياتي. اول السطر. أما أنه لا يدل على الفساد لغة فلأن فساد الشيء
تجيب لك معنى الفساد. وما دام معنى الفساد ما ينطبقش على اللغة العربية يبقى ما فيش دلالة لغوية. أما أنه لا يدل على الفساد لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، لما تقول الصلاة فاسدة أو البيع فاسد نعم يبقى معناها ايه؟ سلبنا الحكم بتاعه. يعني لما تقول الصلاة فاسدة لم تبرئ الذمة، يعني معناها ما مسحتش شغل الذمة. نعم. موضوع لما بيأذن بتشغل الذمم بهذه الصلاة. فلما أديها صحيحة تبقى الأستيكة قوية شالت الشغل الذمة وفرغتها من المسؤولية. لكن لما تكون فاسدة يبقى الأستيكة طرية ما بتشيلش الحبر، يبقى ما شالتش شغل الذمة. وما دام ما شغلتش سلب الذمة يبقى معناها ان الصلاة سلبنا عنها حكم، وهو مقتضى. وهو ايه؟ مقتضى. أما أنه لا يدل على الفساد لغة فلأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، أي عدم ترتب ثمرته. مش كده؟ نعم نعم. وآثاره عليه، ما دام ما ترتبش الأثر بتاعه عليه، وإفادة الملكية في المعاملات. وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا، عليه الضمير عائد على ايه؟ على الفساد. على الفساد، سلب الأحكام. نعم. سلب، لأنها بنقول الفساد معناها ايه؟ سلب الأحكام. سلب الأحكام. نعم. بيقول في اللفظ اللغوي ما فيش دلالة على سلب الأحكام. صح. ملوش علاقة. نعم. لا تفعل. يعني بيقول مش عاوز اني اعمل هذا، ما وجدش هذا الأمر المأمور المنيع عنه في الوجود. نعم. لا تفعل، هذا كل اللي يدل عليه. سلب الأحكام ملوش دعوة به. نعم. وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعا بدعوة، إذ لو دل عليه لغة هتنهد الدنيا. أيوه. لكان في قول القائل لا تبع هذا ولو فعلت لعاقبتك. لسه ما جاش الجواب. لكن يترتب، ادي عليها، لكن يترتب عليه أحكامه. لدى قول القائل معقول لا تفعل، لا تبع هذا، لا تبع هذا ولو فعلته، لكن يترتب عليه أحكامه تناقضه. كان يبقى متناقض كده. لا تبع هذا يعني ايه؟ يعني لا يكون منك بيع فيه، وان فعلت تستحق العقاب. ده معنى لا تفعل. مش
كده؟ يعني لا تفعل تقتضي العقاب، وافعل تقتضي العقاب في الطرد، مش كده؟ ولو قال ذلك القائل ولو فعلته لترتب عليه الملك، لكن يترتب عليه احكامه. بقى الاول تقول لا تفعل، وان فعلت يترتب عليه الملكيه، يبقى تناقض ولا لا؟ تناقض. اذن اللغه العربيه ملهاش ايه؟ ملهاش دلاله، مع ان ما فيش تناقض. ولكن يترتب عليه احكامه تناقض، وليس بتناقض اتفاق. انا مش فاهم حضرتك ايه وجه الملازمة بين كون العبارة دي يلزم منها التناقض. دلوقتي بنقول ان ما فيش دلالة اللفظ النهي. من جهة اللغة العربية لا دلالة له على حكم، وهو سلب الاحكام بتاعة المنهي عنه. مش كده؟ ايه الدليل على انه مفيش دلاله؟ مفيش. قال لك عدم التناقض. ليه؟ لانه لو كان فيه دلاله على الفساد، كان يبقى متناقض مع قوله فيما بعد لو فعلت لكان ايه؟ لترتب عليه احكام. لكن مفيش تناقض. مفيش تناقض. ما دام مفيش تناقض اذا لا تفعل ما دلتش على حاجة. لانها لو دلت على الفساد لسلبت، يبقى معانا الاول فساد ومعانا لا فساد، لانه هيترتب عليها احكام. فهمنا؟ ايوه. من حيث اللغة. نعم. ده من حيث اللغة. نعم. طبعا مولانا تناقض، هذه اسم كان مولانا، مشكلة. تناقض. لكان في قول القائل تناقض. طيب. نعم. اسم كان. ولكن يترتب عليه احكامه. لكان في هذا الكلام تناقض. ليه؟ لان لما نقول ان اللغة العربية لا تفعل دلت على الفساد. وتيجي تقول لكن لو فعلته يترتب عليه احكامه، يبقى ما دلش على الفساد. يبقى الاول دل على الفساد والثاني ما دلش على الفساد، يبقى ما فيش تناقض. يعني يبقى في تناقض. لا تبع هذا، ولو فعلت لعاقبتك. ولكن يترتب عليه احكامه تناقض. يبقى الجملة في الوسط دي جملة ايه؟ جملة اعتراضية. جملة اعتراضية. وليس بتناقض. مفيش تناقض. في الواقع مفيش تناقض. يبقى نمنع الملازمة ولا لا؟ وليس بتناقض اتفاق، يعني بالاجماع. واما انه يدل على الفساد شرعا، هذا القسم الثاني من الدعوة بتاعته. بقول يدل شرعا لا لغة. اقام الدليل على عدم الدلالة لغة. وعاود يقيم الدليل على الدلالة شرعا. فساد شرعا فلما يأتي. اول السطر اولا. لو لم تكن العبادة المنهي عنها فاسدة. ايه اللي يلزم هذا؟ لكانت مأمورا بها. يدل
على الفساد شرعا. نعم. لو كانت لا تفعل ما تدلش على الفساد شرعا يبقى الشيء المنهي عنه مأمور به يبقى جائز. نعم. ما دلش على الفساد يبقى جائز ولا لا؟ والجائز لابد له من إذن وهو الأمر، يبقى لكانت مأمورا بها. ماشي. ليه؟ ومش الجائز حضرتك مرادف، ممكن يكون مرادف للمباح اللي هو ايه؟ الجائز. هو الجائز جائز شرعا، اصل في هناك في هناك لازم يكون في امر مقابل له، والا لازم ان تكون مطلوبة الفعل بالامر ومطلوبة الترك بالنهي. والا لازم نقول من الاول. أيوة. لو لم تكن العبادة المنهي عنها فاسدة لكانت مأمورا بها. دي دعوة. ليه؟ قال لأن الصحيح ما وافق الأمر صحيح ما وافق الأمر. لما تقول الصحة هي ايه؟ موافقة الفعل لأمر الشارع. لما النبي قال لنا ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، مش كده؟ يبقى هو طالب مننا ايه؟ ان احنا نؤدي الصلاة زي هو ما أداها. نعم. مش كده؟ نعم. يبقى مأمور بها ولا لا؟ احنا مأمورين بأن نصلي كما صلى. نعم. لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. يبقى الصحة موافقة الشيء المأمور به لطلب الشارع. نعم. لو أنا صليت من غير وضوء تصح الصلاة؟ لا. مش موافقة لأمر الشارع، إذن الصحة موافقة الأمر ذي الوجهين أمر الشارع. نعم. موافقة الفعل ذي الوجهين للصحة والفساد. الصحة والفساد، أي الصلاة فيها صحة وفساد، لها وجهين. نعم. وجه تؤدى به فتكون صحيحة، ووجه تؤدى به فتكون فاسدة. يبقى موافقة الفعل ذي الوجهين لطلب الشارع يبقى إذا مأمور بها ولا لا؟ الصحة. يبقى النهي اقتضى النهي عن الفعل، والأمر بها لما يقتضى الصحة مأذون فيها أو مأمور بها. لأن الصحيح هو ما كان هو ما وافق الأمر لكنها ليست مأمورا بها. قيم الدليل على ايه؟ على الفساد شرع. فبقول لو ما كانتش صحيحة، لو كانت صحيحة امر الشارع بها كان يبقى مأمور بها. نعم. يبقى اجتمع ناقضين في الشيء الواحد، مأمور به ومنهي عنه. لأن الصحيح ما وافق الأمر لكنها ليست مأمورا بها، اللي هي ايه؟ الصلاة الفاسدة. نعم. لكنها ليست مأمورا بها، وإلا يعني وإن كانت مأمورا بها، وإلا لازم إذا قلنا إنها مأمور بها، وإلا لازم أن تكون مطلوبة الفعل بالأمر. نعم. وإلا لازم أن تكون مطلوبة الفعل بالأمر.
الاعداد جاي على مين؟ على فرض الصح. نعم. بقول لو فرضنا الصح يبقى مأمور بيها. نعم. لان الصحيح ما وافق الامر. يبقى يجتمع في الصلاة نهي وامر. يبقى مأمور بها ولا لا؟ لكان ان تكون لازم ان تكون مطلوبة الفعل بالامر ومطلوبة الترك بالنهي، وهو جمع بين النقيضين مستحيل. ماشي الكلام ده؟ ماشي. يعني بيقول لو ما دلش النهي على الفساد شرعا كانت تبقى ايه؟ تبقى صحيحة. نعم. والصحيحة تبقى مأمور بها، لأن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. يبقى يجتمع فيها بقى إنه النهي اقتضى إيه؟ اقتضى فسادها، والأمر اقتضى إيه؟ الصحة. صح. يبقى اجتمع نقيضين ولا لا؟ نعم. واجتماع النقيضين باطل ولا صحيح؟ باطل. وإلا لازم وإلا بأن قلنا إنها لا تدل على الفساد لازم أن تكون مطلوبة الفعل بالأمر ومطلوبة الترك بالنهي، وهو جمع بين الضدين مستحيل. اول السطر الثانية الدليل الثاني بان علماء الامصار في جميع الازمنة تمسكوا في استدلالهم على الفساد على فساد الربا، بمجرد النهي عنه، من غير نكير عليه من أحد، فكان ذلك إجماع. بمجرد ما سمعوا آية الربا فهموا منه التحريم. نعم. الفساد. والتبادر أمارة إيه؟ حقيقة. حقيقة. ما قلنا ثانيا بأن علماء الأمصار في جميع الأزمنة تمسكوا في استدلالهم على فساد الربا بمجرد النهي عنه من غير نكير عليهم من أحد، فكان ذلك إجماع. أول السطر. وإذا ثبت دليل الفساد في النهي عن الربا خارج عن العقد لازم له ثبت في غيره كان فيه النهي لذات العقل. يجيب الحتة دي ليه؟ باب أول ليه؟ دعوة خاصة. يعني جايبه ليه؟ أصل دليل خاص والدعوة عامة. أيوة جدع. عاوز يكمل إيه؟ يكمل الدليل. فضم ده لدليل إيه؟ لدليل الربا. خارجا. لأن النهي في الربا لأمر خارج عن العقد.
طيب لازم الله. أو لأمر داخل فيه، يعني إذا ثبت التحريم في الربا وهو لشيء خارجي لازم للعقد، غير لازم، لازم غير لازم، غير لازم لازم ولا لازم، كان سمعت لازم ضيف، ها قلتم لازم أظن، ها لأمر داخل فيه من باب أول ثالثة، بأمر داخل فيه من باب أول نحن في أول المسألة قلنا النهي عن الشيء قد يكون لأمر خارج غير لازم أو لأمر خارج لازم للعقد، وضربنا أمثلة قلنا البيع وقت النداء وقت نداء الجمعة إلى آخر. ثالثا لو لم يفسد الفعل المنهي عنه لزم منا فيه حكمة يدل عليها النهي، لو ما دلش على الفساد يبقى لازم الحكمة تانية، وإلا كان عبس مش كده، يبقى يدل على الفساد يكون لحكمة تانية، وإلا يلزم عليه العبث، والعبث على الله تعالى محال. ثالثا لو لم يفسد الفعل المنهي عنه لزم منا فيه، اهو يبقى بين فيه ليه ما دام ما فسدش، لزم منا فيه حكمة يدل عليها النهي مش كده، ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصح، لما يثبت الفساد يلزم عليه ايه الصح. نعم. ما هو يا إما تجعله دل على الفساد أو ما دلش على الفساد، إن لم يدل على الفساد يلزم من نفي حكمة وإلا كان عبس، وإن لزم منه الصحة يلزم من النفي ثبوت الصح. ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصح، واللازم باطل، باطل ليه؟ لأن الحكمتين كانتا متساويتين تعارضتا، وتساقطتا، وكان فعله كلا فعل، فامتنع النهي عن الخلو لخلو، فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة،
كانت حكمة النهي مرجوحة؟ فأولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة. فأولى لفوات الزائد من مصلحة الصحة، وهي مصلحة خالصة. وإن كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه من المصلحة أيضا، بل لفوات قدر الربحان من مصلحة النهي، وإنها مصلحة خالصة. بنقول إن قلنا إنه ما يدلش على الفساد يلزم عليه مصلحة غير يلزم عليه، لا مش يلزم عليه إنه لمصلحة أخرى. نعم مش كده؟ نعم يعني لحكمة. حكمة نعم. وإلا لزم العبث في كلام الله، وكلام الله خال عن العبث. نعم مش كده؟ نعم. وإن قلنا إنه يدل على الفساد يبقى الصحة فساد، يبقى يلزم عليه حكمة لهذا النهي، وإلا لازم العبث. وإن قلنا إنه يدلش على الفساد يلزم الصحة. إنه ما يدلش على الفساد يلزم الصحة، ولا بد من حكمة. إذن معانا حالتان، حالة صحة وحالة عدم صحة. إن كانوا متساويين يلزم عليه التعارض والتساقط، ويبقى ترجيح أحدهم على الآخر ترجيح بلا مرجح. لما تكون المصلحة اللي هتيجي من عدم الدلالة على الفساد أو من الدلالة على الفساد متساويتين، يلزم الترجيح بلا مرجح أو الحكم من غير حكمة. نعم. مش كده؟ نعم. لأن مصلحة الفساد قد مصلحة الصحة. وإن قلنا واحدة منهم ترجح التانية، إن عملنا بالفساد وهو راجح عملنا بالصحة وهي مرجوحة، يبقى تركنا جزءا من ارتفاع عدم الصحة من غير عمل. ازاي؟ يعني الدلالة على الفساد تاخد 10%، والدلالة على الصحة تاخد 8%. إن عملنا بالصحة يبقى تركنا 2% زيادة اللي هم موجودين في مين؟ في الدلالة على الفساد. وإن عكسنا بأن كانت الصحة هي التي تأخذ 10% والفساد يأخذ 8%، يبقى رجحنا جانب الضعيف على جانب القوي، لأن تركنا الزيادة وهي 2% بالنسبة للفساد. مفهوم الكلام ده؟ نقوله تاني. لو لم يفسد الفعل المنهي عنه لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي، وإلا لزم العبث.
ومن ثبوته يعني ثبوت ايه؟ ثبوت الفساد. ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصح. واللازم باطله. اللازم في الحالتين باطله. ليه؟ قال لأن الحكمتين إن كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا. عند التساوي مش كده؟ نعم. عند التساوي وكان فعله كلا فعل. صح. الاثنين قد بعض. فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة. ماشي؟ نعم. وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى. يبقى أولى ليه؟ أولى بالسقوط. نعم. ما دام هي مرجوحة يعني تاخد 8%. نعم. والصحة راجحة تاخد 10%. يبقى عملنا بالمرجوح وتركنا الزيادة اللي هي الاثنين. لان عملنا ما يستحق 8% عملنا به وتركنا ما يستحق 10%. نعم. مش كده؟ نعم. يبقى كأننا تركنا مصلحة مستقلة وهي 2%. صح. زائدة. وان كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى لفوات الزائد عن مصلحة الصح. وهي مصلحة شوف وهي مصلحة خالصة. 2%. اللي هما 2% جدع. نعم. اللي هي 2%. وإن كانت مصلحة النهي وإن كانت راجحة حكمة النهي. امتنع الصح. لأن الصحة واخدة ايه دلوقتي في الصورة دي؟ واخدة 8. واخدة 8. والنهي واخد 10. وإن كانت راجحة امتنع الصحة لخلوه من المصلحة. أيضا شوف بل لفوات قدر الصحة. قدر الرجحان من مصلحة النهي وهي مصلحة خالصة. يعني لما نعمل بالصحة وهي واخدة 8 نبقى تركنا 2 من مصلحة مين؟ من مصلحة النهي الزائدة على الصح. نعم. والاثنين مصلحة خالصة مفيش مقابل لها في الطرف الثاني. مادام مفيش مقابل لها في الطرف الثاني نبقى عملنا تركنا مصلحة خالصة. نعم. بدون مبرر. صح. واضح حاجة. الكلام ان شاء الله. اول السطر. واستدل القسم الاخر من اصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بانه يدل على الفساد لغه بما ياتي. اول السطر اولا لم يزل العلماء يستدلون على الفساد بمجرد النهي وهذا لانهم فهموا ذلك لغه يثبت دلالة النهي
يثبت دلالة النهي على الفساد. أما تخصيص الدلالة بكونها لغوية فلا، أما تخصيص الدلالة بكونها لغوية فلأن معنى صيغة فلا ولا فلأن، لا فلأن، وذلك أنا عدتها عشان كده، فلأن معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن الفعل، لا عدم الاعتداد، معنى قلنا الدلالة على الفساد هناك إيه؟ نعم، إنه سلب أحكام، صح، نعم، سلب أحكام، نعم، هو هنا بيقول له هو دل على الفساد، صحيح دل على الفساد، جت من الصيغة معناها جت منين؟ جت من أن معنى لا تفعل الزجر عن ذلك الفعل، لا تفعل الزجر عن ذلك الفعل، والزجر عن ذلك الفعل يقتضي الفساد، إذا ما جاش من نفس لفظ لا تفعل جه لازم له. فلأن معنى صيغة النهي لغة إنما هو الزجر عن الفعل لا عدم الاعتداد، وإنما كان ذلك منهم لفهمهم دلالته شرعا دلالته لغة. يعني عاوز يقول له لا أسلم لك أنهم فهموا ذلك من مجرد النهي عن الفعل، وإنما فهموا ذلك من الدليل اللي احنا أقمناه على عدم الدلالة لغة، فمن أجل ذلك فهموا أنه يدل عليه الشرع، يدل عليه لغة. ثانيا، النهي نقيض الأمر، افعل ولا تفعل، النهي نقيض الأمر، والأمر يقتضي الصحة لما تقدم، لما تقدم من أن الصحة موافقة الأمر. احنا قلناها دلوقتي حالة. نعم. أو الإتيان، أو أن الإتيان بالمأمور به زي بعضه، لأن الإتيان بالمأمور به على وجهه يحقق
تحققوا الإجزاء. أو يستلزموا. هو الإجزاء عبارة عن إيه؟ سقوط الطلب. نعم. نعم. يبقى موافقة الأمر يؤدي إلى سقوط الطلب ولا لا؟ نعم. يؤدي. أو يستلزموا. فنقيضه. طب تحقيق الإجزاء فهمناه، طب الاستلزام حضرتك إزاي؟ يستلزم الإجزاء إزاي؟ يعني أنا لما أصلي مستوفي لجميع شروط الصلاة. نعم. يقتضي ذلك، ما معنى يستلزم يعني يقتضي. نعم. يقتضي الإجزاء، يبقى الصلاة مجزئة ولا مش مجزئة؟ مجزئة. مجزئة. يعني مفيش فرق بين الاستلزام والتحقيق؟ لا. يحقق الإجزاء أو يستلزم. فنقيضه يقتضي الفساد. يعني بيعاوز يقول ايه؟ هل النهي كالامر او النهي نقيض الامر؟ صح. افعل ولا تفعل، النهي نقيض الامر. نعم. والامر بيقتضي الصح او بيقتضي الاجزاء. نعم. او بيستلزم الاجزاء. نعم. فاذا كان الامر اللي هو نقيض النهي يقتضي الاجزاء والصحة، يبقى النقيض يقتضي الفساد. فنقيضه يقتضي الفساد لأن مقتضى النقيضين يجب أن يكون نقيضين. أو الأمر نقيض النهي. والأمر بيقتضي الصحة، يبقى نقيض الصحة. نقيض الصحة إيه؟ الفساد. الفساد، لأن النقيضين لابد أن تكون لوازمهما متناقضة. ويجاب عن ذلك بأن ما تقدم في الأمر الهامش اكتبها ايه اولا؟ الهامش؟ لا، في الحرف كده على جنب. اولا، بان ما تقدم في الامر يدل على انه يقتضي الصحة شرعا. معلش مرة ثانية. ويجاب عن ذلك بان ما تقدم اولا. يجاب عن ذلك اولا. يجاب عن ذلك أولا يعني. أولا بأن ما تقدم. أولا بأن ما تقدم في الأمر. نعم. يدل على أنه يدل. على أنه يدل. أليس الشيخ من اللجوء؟ يدل شرعا لا لغة. يقتضي الصحة شرعا لا لغة. على أنه يقتضي الصحة شرعا. فنقيضه وهو النهي يقتضي عدمها، وهو الفساد شرعا لا لغة. لا نسلم أن نقيض الصحة، فهمني الكلام اللي فات؟ أيوة. نعم. لا نسلم أن نقيض الصحة اقتضاء الفساد، لأن نقيض الشيء نقيض قولنا، احذف الشيء، لأن نقيض قولنا يقتضي الصحة
أنه لا يقتضي الصحة. يقتضي الفساد، ليه ما يلزمش ما دام ما يقتضيش الصحة؟ يعني عدم الصحة لا يقتضي الفساد. لا يعني الفساد يقتضي الصحة، ليه؟ انه لا يقتضي الصحة ولا يلزم منه أن يقتضي الفساد، لأن عدم اقتضاء الصحة، احنا بنقول النقيض عدم اقتضاء الصحة، لأن عدم اقتضاء الصحة أعم من اقتضاء الفساد. ليه؟ ممكن ما يقتضيش حاجة خالص مثلا، بنقول نقيض الصحة عدم اقتضاء الصحة، عدم اقتضاء الصحة صادق بالشرطين، نعم، بأن لا يقتضي شيء أو يقتضي الفساد، يبقى عام ولا لا؟ عام. عام مفهومة؟ أيوه. آه، لأنهم يقولوا إيه؟ السلبة تطلق بنفي الموضوع. نعم. العلماء يقولون السالبة تطلق بنفي الموضوع. لا رجل عندي. لا رجل. تصدق بأن ما فيش حاجة رجالة خالص؟ امرأة. أو في امرأة. في امرأة. أو في امرأة. هذه تصدق بنفي الموضوع. صح. أنه لا يقتضي الصحة ولا يلزم من أنه منه يقتضي الفساد، من أن ولا يلزم منه أن يقتضي الفساد. لأن عدم اقتضاء الصحة أعم من اقتضاء الفساد، وبينه لأنه يصدق بعدم اقتضاء شيء، هذا صورة نفي الموضوع، بعدم اقتضاء شيء اصلا وباقتضاء الفساد. والاعم لا يستلزم الاخص. دلوقتي حضرتك تعبيره بالنقيض ادق ولا كان تعبيره بالضد ادق؟ نقيض الصحة. ادرك الاثنين قدام ونفهمهم كده. ما هو مش النقيضين احنا معانا ايه؟ شوف النقيضين كذا وعدم. يعني اثبات ونفي. واما ولذلك قلنا النقيضان احدهما سلبي والاخر ثابت. احدهما نفي والاخر اثبات. زي ليل ولا ليل، نهار ولا نهار. اما الضدان فهما امران وجوديان. ليل ونهار. واستدل اصحاب المذهب الثالث وهم القائلون بأنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات أو غيرها بما يأتي. مرة ثانية، واستدل أصحاب المذهب السادس وهم القائلون بأنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات أو غيرها بما يأتي.
السطر: لو لم تكن العبادة المنهي عنها فاسدة. لكانت مأمورا بها. زي ما قلنا هناك. أيوة. صحيح ما وافق الأمر. لكنها ليست مأمورا بها. وإلا لزم أن تكون مطلوبة الفعل ومطلوبة الترك. مطلوبة الترك بالنهي عنه ومطلوبة الفعل بإيه؟ الأمر بها. الأمر بها إذا عام. ومطلوبة الترك، وهذا جمع بين النقيضين محال. أما المعاملة وغيرها ففسادها عرف من أمر خارج عن النهي، وهو فوات ركن كانعدام المبيع في بيع الملاقيح أو شرط كانعدام طهارة المبيع ولا نسلم أن الأولين استدلوا بمجرد نهي ومجرد النهي زي ما قلنا في موضوع. أيوة. بل مع فوات ركن أو شرط عرف من خارج عن النهي ورد بأن ما استندتم إليه ما أسندتم إليه الفساد في المعاملات دام ركن أو شرط لم يعلم إلا من النهي
الذي أرشد إليه إلى ذلك الذي أرشد إلى ذلك يعني بقولوا إن انعدام شرط أو انعدام ركن أو انعدام ذات المبيع ده جه منين؟ نعم. من النفس. لم يعلم إلا من النهي. لم يعلم إلا من النهي الذي أرشد إلى ذلك. فكان النهي هو الدال على الفساد. يعني عاوزين يقولوا لو ما جاش النهي كنت هتفهم إن راح كذا ولا كذا ولا كذا. ما فيش. لم يعلم إلا من النهي. الذي أرشد إلى ذلك فكان النهي هو الدال على الفساد أو سببه. على أن هذا الدليل يجري في العبادات كما أجريتموه في المعاملات إذ لا فارق بينهما. فما يكون جوابا لكم في العبادات يكون جوابا لنا في المعاملات وغيرها لعدم الفرق. بقى مذهب الحنفية معلوش إملاء مذهب الحنفية المذهب الرابع معلوش إملاء أدلة يعني معلوش أدلة ليست له أدلة. يبقى على كده المذهب الراجح إن النهي يدل على الفساد شرعا. في مذهب الرابع اللي هو شرح حنفية لفظ الأمر وما تصرف منه فأمرته إلى آخر على اسم الصيغة بعدها الأمر سواء كان بلفظ يفعل اللي هي صيغ الأمر دي مدلول صيغة الأمر موجب الأمر عليكم السلام. قريناها برضو دي ثالث مسألة أرمها برضو إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب أرمها ورد بعد التحريم أرمها الأمر بعد الاستهزاء أرمها الاقتران ليس بحجة عندنا أرمها الأمر بالأمر بالشيء لم نقرأ الأمر بعد الحظر هل له فروع؟ طبعا
ذكرنا يا احنا ذكرنا الفروع وقلنا في نفس الأدلة فيها فروع وقلنا يرجع لما كان قبل ذلك او لا او لا او يدل على الإباحة او يدل على كذا الى اخر. نعم هذه فروع. الربا لا يجري في الفلوس. معنى ان الربا لا يجري في الفلوس ايه؟ يعني يصح بيع فلوس بفلوس مع الزيادة. هذا يجري. لا يجري فيه الربا. ما يجريش فيه الربا يعني مش حرام الربا فيه. ايه هي الفلوس بقى المقصود بها؟ الفلوس اللي هي الفكات الصغيرة دي. طب بعضهم بيحاول يلحق بالفلوس الورق البنكنوتي الورقي. ده يصح؟ يصح بعضهم. عاوز يقول الربا في الذهب والفضة. ايوه بالظبط. طب مش عيب على هذا القول البنوك وكلام بتاع البنوك دوت يعني بقى عملة متعارف بس قيمتها من غير الذهب والفضة قيمتها مش يعني ساعات ترتفع وساعات تنزل. قيمة العملة الورقية مع الوقت بيقل يعني. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العظيم والصفا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر بالأمر بالشيء كقوله لزيد مر عمرا فإنه بأن يبيع هذه السلعة هل يكون أمرا منه للثالث وهو عمرو ببيعها فيه خلاف صحح ابن الحاجب وغيره أنه لا يكون أمرا بذلك. ومن فروع المسألة دي تصور بإيه؟ ثلاث أشخاص. شخص قال لشخص مر فلانا بأن يبيع هذه السلعة يبقى فيه آمر أول مأمور أول. نعم. آمر تاني مأمور تاني. نعم. فهمت تصورها؟ نعم سيدي. يعني في ثلاث أشخاص. الشخص الأول آمر أمر محمد أمر أحمد بأن يأمر هذا المأمور به. نعم. المأمور به الأول أن يأمر علي. نعم. هل يكون الأمر من الأول للثاني بأن يأمر الثالث ببيع هذه السلعة هل يكون ذلك الأمر الذي صدر للتاني أمرا للتالت؟ نعم. ولا ما يكونش؟ نعم. فهمناها؟ نعم. الأمر بالأمر هذا المأمور به الأول. نعم. بالأمر بالشيء الأمر بالأمر بالشيء كقوله لزيد مر عمرا بأن يبيع هذه السلعة
هل يكون امرا منه للثالث؟ يعني قبل ما يأمر الثاني الاول. الثالث. قبل ما يأمر الثاني الثالث ما بلغوش لسه الرسالة. هل يكون امرا من الاول للثالث؟ يعني كما هو امر للاول. امر من الاول للثاني هل يكون امرا للثالث؟ نعم. من الاول للثالث مباشرة ولا لا؟ فيه خلاف. الخلاف ايه؟ بعضهم بيقول يبقى امر وبعضهم بيقول ما يكونش امر. نعم. لما نقول انه امر يبقى تصرف الثالث قبل ما يصل الخبر. نعم. ينفس. وان قلنا لا يبقى ما ينفس. لانه مش مأمور. نعم. يعني الخلاف بيقول اذا ورد امر من شخص لشخص اخر بان يأمر ثالثا ببيع شيء او بالتصرف في شيء، هل يكون الامر الاول اللي صادر من الاول للثاني يبقى امر للثالث ايضا ولا لا؟ يبقى المأمر به الاول هو ايه؟ الامر للثالث. نعم. المأمور به الاول ان يأمر الثاني. ان يأمر الثالث. نعم. ثالث. والمأمور به الثاني اللي هو الثالث التصرف البيع. نعم. مثلا اللي هو البيع. نعم. التصرف عشان نعم. يشمل البيع وغيره. نعم. الامر بالامر بالشيء كقوله لزيد، يعني كقول احمد لزيد، يبقى المأمور الاول مين؟ زيد. زيد معانا هنا. نعم زيد. نعم. المأمور زيد باشا. المأمور الاول زيد. زيد. مأمور بايه؟ بان يأمر عمرو. بالامر. بان ينقل الامر الاول الى عمرو. الى العمر الاعم. مر عمرا بان يبيع هذه السلعة، هذا المأمور به الثاني. نعم. ها؟ والمكلف به مين؟ زيد. اللي هو الثاني اللي هو عمرو. مكلف المأمور الثاني عمرو الثالث. بان يبيع هذه السلعة هل يكون امرا منه من الأول. مين؟ من الاول. من الاول. احمد. للثالث اللي هو عمرو. الثالث وهو عمرو، ولذلك نفس الكتاب قال وهو عمرو. ببيعها فيه خلاف. ببيعها. نعم. استفهام. هذه المأمور به للثالث. نعم. يبقى الثالث مأمور بايه؟ بالبيع. بالبيع. نعم. والثاني مأمور بايه؟ بنقل الامر. بنقل الامر للثالث. بنقل هذه الرسالة. نعم. يعني وسط في الوسط. فيه خلاف. صحح ابن الحاجب وغيره انه لا يكون امرا بذلك. فهمناها. ايوه. وتصورناها. نعم. ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث قبل اذن الثاني. اذا كان بعد اذن الثاني يبقى تصرف على طول صحيح. نعم. مفيش خلاف. نعم. يعني المأمور الاول نقل الرسالة الى الثالث والثالث تصرف في هذه الرسالة كما سمع. دي ما فيهاش خلاف. ها؟ وما الخلاف فيما ايه؟ فيما اذا لم يبلغ الثاني الثالث. الثاني ما بلغش الثالث لسه. والثالث تصرف بالبيع من تلقائيا كده من نفسه كده. بتبيع ليه يا فلان انت عندك اذن؟ قال لا ما عنديش اذن ولا حاجه. يبقى اذا محل النزاع فين؟ في قبل فيما المسؤول. اذا لم يبلغ الثاني الثالث. صح. صحح ابن الحاجب وغيره انه لا يكون امرا بذلك
ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث. ولذلك شوف الكتاب بقول قبل إذن الثاني له. المأمور الأول يعني. هل ينفذ تصرفه أم لا؟ هل هو إذن ولا أمر يا مولانا؟ نعم. قبل إذن الثاني له. هل هو إذن؟ قبل إذن الثاني للثالث. المفروض أن هو أمر لأنه أمر محمد أمر أحمد. وأحمد لسه ما بلغش علي. وعلي تصرف قبل أن يبلغها بهذه الرسالة. هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ يعني يصح أن احنا نعبر عن الأمر بالإذن؟ ها؟ يصح أن احنا نعبر عن الأمر لأنه قال له قال له مر عمرا. بعدين جه بعد شوية قال بالإذن الثاني. عبر عن الأمر بالإذن. التصرف متعلقة بالتصرف. تصرف قبل إذن الثاني. الثاني لسه ما بلغوش وهو تصرف قبل البلاغ، هل يعتبر تصرفه تصرف فضولي ولا مأذون فيه باعتبار الإذن للثاني للأول؟ لسه مش واخد بال. هو مولانا أشكل عليه كلمة الإذن. مولانا هل الإذن هو غمر هو الإذن هو البلاغ إبلاغه الرسالة اللي هو كل بها. أيوة بالأمر. هو مأمور الأول. نعم. الأول. المأمور الأول. مأمور بإيه؟ بالإبلاغ رسالة الأول. بالإبلاغ. الإبلاغ اللي هو الإيه؟ الإذن في التصرف. بيع هذه السلعة. بيع هذه السلعة. إذن ولا لا؟ من باب أولى. من باب أولى. ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث. خلوا بالكم كلمة كلمة. ما لو تصرف الثالث امتى؟ قبل إذن الثاني له. لسه ما بلغتوش الرسالة. إنما بعد ما بلغت الرسالة يبقى لا كلام ولا خلاف، يبقى تصرف صحيح. قبل إذن الثاني له. له المين؟ للثالث. للثالث. ما احنا بنقول احنا معنا ثلاث أشخاص. الأول آمر المالك. أمر الأول أمر الثاني بأن يبلغ الثالث ببيع هذه السلعة. قبل الثاني ما يبلغ الثالث، الثالث تصرف تلقائيا. فهمنا؟ نعم. ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له هل ينفذ تصرفه أم لا؟ إن قلنا إن الأمر الأول للثاني يبقى أمر للثالث ينفذ، يبقى ينفذ. وإن قلنا إنه ليس بأمر للثالث يبقى تصرف فضولي فلا ينفذ. مفهوم الكلام ده؟ أيوة. هذا كله إذا إيه؟ إذا كان قبل البلاغ. قبل أن يبلغه. أما بعد البلاغ فلا كلام لنا معه. هل ينفذ تصرفه أم لا؟ وعرفنا نفاذ التصرف مبني على ايه؟ على ايه؟ وعدم نفاذ التصرف مبني على ايه؟ وكلام الرافعي وغيره يقتضي انه لا يصح تصرفه الا بعد اذن الثاني. يعني عاوز يمشي مع القائل إن الأمر من الأول للثاني ليس أمرا للثالث. نعم. هذا الرأي المعتمد. نعم. ها؟
يقتضي أنه لا يصح تصرفه إلا بعد إذن الثاني. خلص الدين؟ يبقى معنا إذن الثاني وعدم إذنه. في عدم إذنه يأتي الكلام، وفي إذنه لا كلام لنا معه. ثم فرعوا على هذا، على إيه؟ على الإذن وعدم الإذن. اللي هي محل النزاع إيه؟ عدم الإذن. واللي خارج عن محل النزاع الإذن. ثم فرعوا على هذا، فقالوا إذا أذن له، فرعوا على هذا يعني على الحالتين، حالة الإذن وعدم الإذن. وفي حالة الإذن هل عمم أو خصص؟ ثم فرعوا على هذا فقالوا إذا أذن له، قال له بيع هذه السلع، هذه معنى الإذن. ولم يقل عني ولا عنك، قال له بيع هذه السلعة بس، ولا قالش لا عني ولا عنك. عني اللي هو مين؟ مالك. لا، الثاني، الثاني صاحب الإذن، الثاني اللي راح قال له بيع هذه السلعة. الرسول الرسول بتاع الأول. المأذون الأول رسول للمالك الأصلي، صح؟ معنا شخص مالك أصلي، وشخص رسول للمالك الأصلي. رسول لمين؟ للمالك الأصلي، للثالث. للثالث. الرسول ده هو اللي هو الثاني، قال للثالث بيعني، وقال له أذن له في البيع. أذن له في البيع، نقل الرسالة، لكن ما قالش لا عني ولا عنك. بيع هذه السلعة، ولم يقل عني. ده التاني اللي بيتكلم، اللي بيقول أذن للتالت. لما أذن للتالت ما قالش لا عني ولا عنك. أمال قال له إيه؟ قال له بيع هذه السلعة فقط. لو نقل الرسالة اللي هو سمعها من المالك الأصل، المالك الأصل قال له مر فلانا ببيع هذه السلعة، فراح أذن له في البيع، يعني نقل الرسالة، قال له إيه؟ بيع هذه السلعة. ما قيتهاش بعني ولا عنك، ما قالش. يبقى البيع ده ماشي ازاي؟ ولم يقل عني ولا عنك، فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك، أي الموكل على الصحيح. بس الهامش في الرطب بيقول ولم يقل المالك عنه. التعليق جاعل اللي هو ما قالش لعني ولا عنك اللي هو المالك، في إذن النسخ. لا، ما يصحش في إذن النسخ بيقول ولم يكن المالك، لأنه لأن لو كان الإذن من المالك، لو كان الإذن من المالك يبقى مفيش كلام معانا، يبقى خرجت عن الأمر بالأمر بالشيء. لأن الإذن صدر لما نقول إن المالك هو اللي أذن، المالك هو اللي أذن، يبقى خرجت المسألة عن محل الكلام. لأن إحنا بنقول إن المأذون الأول، المكلف الأول، هينقل الرسالة ولا ما ينقلهاش؟ إن قالها يبقى التصرف صحيح. ما نقلهاش
يبقى لنا الكلام هنا. نعم. مفهوم الكلام ولا نعم. لا؟ نعم. فهمت يا ابني؟ نعم. يبقى التعليق بأن المالك ده غلط. هو قال دي في نسخة، هو أثبت المعتمد فوق. هو أثبت المعتمد فوق زي ما حضرتك بتقول، لكن هو بيشير للنسخة ثانية مخطوط. بيشير للنسخة؟ آه. آه يبقى حاجة تانية بقى. يبقى الخط هو اللي غلط. نعم. نعم. ثم فرعوا على هذا فقالوا إذا أذن له. مين اللي أذن؟ المأمور الأولان اللي هو الثاني. الثاني نعم. فقالوا إلى إذا أذن له ولم يقل عني ولا عنك، يعني مطلق قالوا بيع هذه السلعة، التصوير المسألة، ولا قالوش لعني ولا عنك. فإن الثاني، الثاني اللي هو مأمور الأول، فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك، لأنه قال له قل لفلان يبيع العبارة دي، يبيع الحاجة دي، فلا هو راح قال له بيع هذه الحكاية، هذه الحاجة، لما قال له بيع هذه الحاجة يبقى وكيل عن المالك ولا لا؟ أوكي. لأنه نقل الإذن. نعم. نقل الإذن من المالك إلى مين؟ إلى التالي. فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك، يعني في ذلك الإذن. نعم. أي الموكل على الصحيح مقابل الصحيح، يبقى عن التاني. فإن قال عندكم ايه؟ وكل عني. فإن قال وكل عني فواضح.